السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله مع الحلقة الرابعة من شرح منهج ديسكوفر برايمري 2 او الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت بيج 10 او صفحة رقم 10، والنهاردة هنبدأ مع بيج 11 او صفحة 11، وعنوانها I can cooperate at school. I can، انا استطيع، cooperate، cooperate يعني اتعاون، at school في المدرسة، انا ممكن اكون متعاون، انا اقدر اكون متعاون في المدرسة. مرة كمان I can cooperate at school. وهنا بيقول لنا listen to each sentence. listen استمع، to each sentence لكل جملة، circle the sentences that describe cooperation. circle ضع دائرة حول the sentences الجمل that describe اللي بتصف cooperation، cooperation التعاون. وهنا مدينا مجموعة جمل هنقراها مع بعض. الجمل اللي بتعمل describing او بتصف الكوبريشن او التعاون هنعمل حواليها circle زي ما اتفقنا من شوية. فأول sentence بتقول I share my materials. I share my materials يعني انا بشارك الادوات بتاعتي. هل يا ترى السنتنس دي بتعبر عن cooperation ولا بتعبرش عن cooperation؟ شاطرين، بتعبر عن cooperation او عن التعاون، فنعمل حواليها سيركل زي ما اتفقنا. طب تاني سنتنس او تاني جملة بتقول I ignore، I ignore انا بتجاهل، my shoulder partner's ideas. my shoulder partner's اللي هي اصدقائي في الكلاس روم، ideas ارائهم، اراء اصدقائي في الكلاس روم. I ignore انا بتجاهل، my shoulder partner's ideas أنا بتجاهل آراء أصدقائي في الكلاس روم. هل يا ترى دي بتعمل describing للcooperation ولا لأ؟ شاطرين، ما بتعملش describe للcooperation، فمش هعمل حواليها circle. طب تالت sentence بتقول I use words. I use أنا أستخدم words، كلمات like please، مثل لو سمحت، and thank you وشكرا لك، with my classmates مع زملائي في الكلاس روم او في المدرسة. يبقى انا I use words انا بستخدم كلمات like please، مثل لو سمحت، and thank you وشكرا لك، with my classmates مع زملائي في المدرسة. هل يا ترى السنتنس دي بتعمل describing للcooperation ولا لا؟ شاطرين، بتعمل describe للcooperation او للتعاون، فاعمل حواليها circle زي ما احنا شايفين قدامنا. السنتنس اللي بعد كده بتقول I treat أنا بأعامل my classmate زميلي في الفصل with respect، with respect باحترام، as كما we work together، as we work together وإحنا بنعمل مع بعض. مرة كمان I treat أنا بأعامل my classmate زميلي في الفصل with respect بالاحترام، بشكل محترم يعني، بشكل مهذب، as we work together واحنا بنعمل مع بعض. هل يا ترى السنتنس دي بتعمل describe للcooperation ولا لأ؟ شاطرين، هي بتعمل describe للcooperation او للتعاون، فهنعمل حواليها circle زي ما اتفقنا. طب السنتنس اللي بعد كده بتقول I never give up انا لا استسلم ابدا when I am working with my classmate. when I am عندما أنا أكون working أعمل with my classmate زميلي في الفصل، أنا عمري ما بستسلم وأنا بعمل مع صديقي في الفصل. مرة كمان I never give up أنا لا أستسلم أبدا when I am working with a classmate عندما أعمل مع زميل من زملاء الفصل. هل يا ترى السنتنس دي بتعمل describe للcooperation ولا لأ؟ شاطرين، هو هنا cooperate او هو هنا متعاون، لان هو عمره ما بيستسلم ابدا وهو بيعمل مع الكلاس ميت او زميله في الفصل،
فهنعمل حواليها circle. وآخر جملة بتقول I always, I always يعني أنا دائما want to use my idea أريد أن أستخدم رأيي and not my partner's ومش الرأي بتاع زميلي أو شريكي في الفصل. I always أنا دائما I always أنا دائما won't أريد to use أن أستخدم my idea رأيي and not my partner's ومش مهم أستخدم رأي زميلي في الكلاس روم أو شريكي في الفصل. طبعا دي ما بتعملش describe للcooperation أو للتعاون فمش هنعمل حواليها circle. وفي الجزء الثاني في الpage دي بيقول لنا complete, complete يعني أكمل the sentence الجملة to tell what cooperation means, to tell لتخبر what ما أو ماذا cooperation التعاون means يعني. كمل الجملة لكي توضح معنى التعاون أو علشان توضح يعني إيه كلمة تعاون. فهنا بيقول لنا cooperation التعاون means يعني يعني إيه يا أصحابي شاطرين. cooperation يعني حاجات كتير يعني إن أنا مثلا I treat my classmate with respect as we work together. I treat my classmate with respect as we work together. أنا بعامل الكلاسميت بتاعي زميلي في الفصل with respect, with respect بالاحترام بشكل مهذب as we work together عندما نعمل معا. يبقى cooperation means التعاون يعني I treat my classmate with respect as we work together. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكوا معايا ونوصل لبيج نمبر 12 او صفحة رقم 12 وعنوانها being respectful. being respectful ان تحترم, ان انت تحترم حد, ان انت تحترم شخص ما. فهنا ده معناه being respectful ان انت تكون محترم. under the smiley face, under the smiley face اسفل الوجه المبتسم. list ضع قائمة ب behaviors, behaviors السلوكيات that show اللي بتوضح being respectful ان انت تكون محترم, ان انت تحترم الاخرين يعني. under the sad face, under the sad face يعني تحت الوجه الحزين. list ضع قائمة ب examples امثلة disrespectful behavior يعني سلوك عدم الاحترام. مرة كمان under the smiley face list behaviors that show being respectful. Under the sad face, list examples of disrespectful behavior. وهنا مدينا table أو جدول في smiley face وفي sad face. The smiley face مكتوب جنب منه كلمة respect, respect يحترم. والsad face مكتوب جنب منه disrespect, disrespect أو لا يحترم. فاحنا هنا عايزين نعمل list او نكتب قائمة بسيطة بالbehaviors او اشكال السلوك that show being respectful اللي بتوضح ان انت تكون محترم. فاول حاجة ايه ممكن يكون بيوضح ان انت تكون محترم؟ شاطرين مثلا ممكن اقول share my materials ان انا بشارك الادوات بتاعتي, انا كده respectful وبحترم الاخرين. ممكن كمان اقول I use word like please and thank you with my classmate ان انا ممكن اكون بستخدم كلمة زي كلمة please لو سمحت and thank you وشكرا لك with my classmates مع زملائي في الفصل. ده برضو نوع من انواع respect, ده behavior بيوضح ان انا respectful او انسان بيحترم الاخرين. ممكن كمان اكتب I treat my classmate with respect as we work together. I treat my classmate with respect as we work together. أنا بعامل زميلي في الفصل with respect باحترام as we work together عندما نعمل معا. دي behaviors أو سلوكيات بتوضح أنت إمتى بتكون respectful أو إنسان بتحترم الآخرين. طب الdisrespect, الdisrespect أو عدم الاحترام
مثلا ال behaviors اللي بتوضح ال disrespect أو عدم الاحترام. مثلا لما نقول I ignore أنا بتجاهل my shoulder partner's ideas. My shoulder partner's ideas اللي هي شركائي في الفصل أو في الكلاس روم، آراء شركائي في الكلاس روم أو في الفصل. I ignore my shoulder partner's ideas. أنا بتجاهل آراء شركائي وزملائي في الكلاس روم أو في الفصل. ممكن كمان أقول I always want to use my idea and not my partner's. أنا دايما عايز أستخدم آرائي أنا ومش آراء شركائي أو زملائي في الكلاس روم. عندي behaviors أو سلوكيات بتوضح أو shows disrespect، عدم الاحترام. وبكده احنا عملنا ليست للـ behaviors أو السلوكيات اللي بتعمل show being respectful أو اللي بتوضح إن أنت تكون إنسان بتحترم الآخرين، وكمان قلنا examples أو أمثلة للـ behaviors أو السلوكيات اللي بتشو أو بتوضح disrespectful behavior أو سلوك عدم الاحترام زي ما شفنا من شوية. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 13 أو صفحة رقم 13 وعنوانها نور shows good citizenship. نور صديقتنا الصغيرة نور shows بتوضح good citizenship. citizenship يعني مواطنة، إن هي مواطنة صالحة. good citizenship يعني مواطنة جيدة، إن هي مواطن صالح، مواطن جيد في المجتمع بتاعنا. follow اتبع along as the story is read، اتبع طالما إن القصة بتقرأ. when you hear نور being a good citizen، when you hear عندما تسمع نور being a good citizen إن نور مواطن صالح. draw a smiley face ارسم وجه مبتسم. next to يعني إلى جانب the line السطر in the text في القطعة. يبقى أنت أول ما تسمع جملة بتوضح إن نور good citizen أو مواطن صالح، هنرسم جنب الجملة دي في التكست دي أو في القطعة دي smiley face أو وجه مبتسم. In the story في القصة circle an example ضع دائرة حول مثل of showing يوضح fairness العدالة honesty الأمانة and respect والاحترام. مرة كمان in the story circle an example of showing fairness honesty and respect. يبقى انت هنا في الستوري الجميلة دي اعمل سيركل حوالين مثال من الامثلة بيوضح او showing fairness العدالة honesty الامانة and respect والاحترام. فزي ما قلنا اي line بيوضح ان نور good citizen او مواطن صالح هنعمل جنبه smiley face، وهنعمل سيركل حوالين example او مثال من الامثلة بيوضح الفيرنس والاونستي والريسبكت. فاول تكست مكتوبة هنا اصحابي بتقول at break time في فترة الاستراحة، في وقت الاستراحة a classmate زميل الفصل asked سأل if she could sit with me لو هي ممكن تقعد معايا. if يعني لو she could هي تستطيع sit with me ان تجلس معي. I said أنا قلت yes نعم I made room at the table أنا رتبت الترابيزة اللي موجودة في الروم أو في الحجرة. مرة كمان at break time a classmate asked if she could sit with me I said yes I made room at the table. I made room at the table الجملة دي أصحابي مش بتوضح إن هي good citizen أو مواطن صالح رتبت الترابيزة اللي في الروم، فبالتالي هنعمل هنا smiley face زي ما احنا شايفين قدامنا. طب التكست التانية بتقول ايه؟ outside بالخارج my classmates زملاء الفصل were arguing كانوا بيتشاجروا. they couldn't decide هم لم يستطيعوا ان يقرروا. they couldn't لم يستطيعوا decide
decide يعني يقرر يتخذ قرار. What to play, what to play يعني يلعبوا ايه. Let's play football, let's play football يعني دعونا نلعب كرة القدم. I said أنا قلت كده. We can all play football together, we can all play football together إحنا كلنا ممكن نلعب كرة القدم مع بعض. فهنا طبعا الجملة دي بتوضح إن هي good citizen زي ما إحنا شايفين قدامنا، هي حلت مشكلة وجمعتهم كلهم على لعبة واحدة. ونقول التكست دي مرة تانية. Outside my classmates were arguing, they couldn't decide what to play. Let's play football, I said we can all play football together. وآخر تكست مكتوبة في البيج هنا بتقول In the classroom, in the classroom في حجرة الفصل, our teacher المعلم بتاعنا handed out سلم باليد our workbooks كراسات التمارين الخاصة بينا. My teacher gave me, my teacher المعلم بتاعي gave me أعطاني the wrong book الكراسة الخطأ. I raised أنا رفعت my hand يدي to let my teacher know علشان أعرف المدرس بتاعي، علشان أعرف المعلم بتاعي I didn't want to write in someone else's workbook. I did not want to write أنا لم أريد أن أكتب someone else's workbook في كراسة تمارين شخص آخر. She thanked me هي شكرتني for my honesty لأمانتي. It always feels good هو دائما شعور جيد when I do the right things عندما أنا أفعل الأشياء الصحيحة. ونقولها مرة تانية. In the classroom our teacher handed out our workbooks. My teacher gave me the wrong book. I raised my hand to let my teacher know I did not want to write in someone else's workbook. She thanked me for my honesty. It always feels good when I do the right things. وطبعا السنتنس دي بتوضح الاكزامبل او المثال اللي بيعمل شوينج او بيوضح الفيرنس العدالة، الاونستي الامانة، and الريسبكت والاحترام. فنعمل سيركل حوالين الجملة دي زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون وضحنا الاكزامبل او المثال of showing fairness, honesty and respect اللي بيوضح العدالة والhonesty الأمانة والrespect الاحترام. ونوصل لبيج نمبر 14 أو صفحة رقم 14 وعنوانها Noor's Daily Routine الروتين اليومي، الحاجة اللي بتتكرر كل يوم باستمرار. وطبعا ده الروتين اليومي الخاص بنور. وهنا بيقول لنا As the story is read بينما القصة بتقرأ listen استمع for thanks للأشياء نور is doing اللي بتعملها نور that might stay التي might ربما stay تظل the same كما هي from day to day من يوم للتاني. When you hear يعني عندما تسمع an example مثال show a thumbs up. Show a thumbs up يعني ارفع صباعك السبابة كتحية اللي هو الحركة اللي احنا شايفينها قدامنا دي علامة على ان انت بتعمل شيء كويس او صحيح. يبقى when you hear an example show a thumbs up. اول ما تسمع اي مثال على الديلي روتين اعمل العلامة اللي انت شايفها قدامك دي. ونقولها مرة تانية As the story is read listen for thanks Noor is doing that might stay the same from day to day. When you hear an example, show a thumbs up. وفي أول تكست مكتوب هنا أصحابي each morning كل صباح starts the same way بنفس الطريقة. My alarm clock المنبه بتاعي rings بيرن.
I wake up. I wake up. أنا أستيقظ. I get dressed. أنا برتدي ملابسي. I brush my teeth. I brush my teeth. أنا بغسل سناني بالفرشاة. Brush يعني فرشاة و teeth يعني أسنان. And my hair. And my hair. وبسرح شعري بالفرشاة. Grandma الجدة makes me breakfast. Makes me breakfast. بتعمل لي الفطار بتاعي. Sometimes. Sometimes. أحيانا. Grandma الجدة. Let me choose what to eat. Let me choose what to eat. بتخليني أختار الحاجة اللي أنا هفطر بيها. أكل إيه يعني؟ يبقى نقولها مرة تانية. Each morning starts the same way. My alarm clock rings. I wake up. I get dressed. I brush my teeth and my hair. Grandma makes me breakfast. Sometimes grandma let me choose what to eat. وطبعا التكست دي بتوضح الديلي روتين، فهنعمل جنبها العلامة بتاعت الثامبس اب زي ما احنا شايفين قدامنا، لان هي دي اكزامبل على الديلي روتين. التكست التانية بتقول next ثم بعد ذلك my sister اختي and I وانا walk to school بنمشي الى المدرسة. my sister walks me to my classroom أختي بتتمشى معايا وتوصلني to my classroom للفصل بتاعي. مرة كمان next my sister and I walk to school my sister walks me to my classroom. طبعا ده daily routine، واضح جدا ان هما بيعملوا ده كل يوم، فنعمل جنبه العلامة بتاعت thumbs up زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد كده بيقول لنا I put away my school bag. انا بضع I put away يعني انا بضع جانبا my school bag الحقيبة بتاعتي، حقيبة المدرسة بتاعتي. I wonder انا بتساءل what I will learn. what I will learn ما الذي سوف اتعلمه. we eat lunch in the afternoon. we eat lunch in the afternoon احنا بنأكل الغداء in the afternoon في فترة بعد الظهر. يبقى نقولها مرة تانية. I put away my school bag. I wonder what I will learn. We eat lunch in the afternoon. طبعا ده example تاني على ال daily routine أو الروتين اليومي، فنعمل جنبه العلامة بتاعت thumbs up زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد كده بيقول لنا once school ends بمجرد ان المدرسة بتنتهي. once بمجرد ان وبتيجي بمعنى مرة واحدة. once school ends بمجرد ان المدرسة بتنتهي. I go home انا برجع البيت. I do my homework انا بعمل الواجب او الفرض المنزلي بتاعي first اولا then ثم بعد ذلك. I get to choose انا بختار what to do ما الذي افعله. sometimes احيانا I read انا بقرأ. sometimes احيانا I play with my friends أنا بلعب مع أصدقائي. نقولها مرة تانية. Once school ends I go home I do my homework first then I get to choose what to do sometimes I read sometimes I play with my friends. وطبعا ده example من الأمثلة الخاصة بالديلي روتين، فنعمل جنبه العلامة بتاعت الـ thumbs up زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر تكست في البيج دي بتقول In the evening في المساء My family eats dinner. My family أسرتي eats dinner بتأكل العشاء بنتعشى. After dinner بعد العشاء We get ready for bed احنا بنستعد for bed لأن احنا ننام. مام أمي reads me a story بتحكي لي حكاية بتقرأ لي قصة. I cannot wait for another exciting day أنا مش قادرة أنتظر for another exciting day ليوم مثير آخر. another يعني آخر. ونقولها مرة تانية. In the evening my family eats dinner. After dinner we get ready for bed. Mom reads me a story. I cannot wait for another exciting day. وطبعا ده مثل من أمثلة الـ daily routine، فنعمل جنبه العلامة بتاعت thumbs up زي ما احنا شايفين قدامنا.
وبكده نكون انهينا الستوري الجميلة دي وانهينا معاها درس النهاردة. اتمنى تكون استفدت. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.